السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله بإذن الله احنا بنتكلم في روف تراس على الفيلا مكشوف منه لفوق للسماء على طول، فأي مطر هتنزل هنا لازم تنزل تيجي على جريلة مطر وتمشي تروح على أقرب نقطة صرف. طب أقرب نقطة صرف فين حضرتك؟ أنا عندي الحمامات بعيدة عن بعضها، بالتالي عملنا اصطنعنا مكان على اصطنعنا رايزر لنفسينا، عملنا الماسورة هنا اهي دي نازلة بكور في السقف وطلعنا بكور في السقف عشان اخد مطر التراس اللي هنا واخد مطر للروف من فوق. هتكلم الروف من فوق واخد معايا الروف من فوق، يبقى انا كده بأمن نفسي، بعمل نفسي رايزر جديد على خط المطر. طب هنعمل ايه في الماسورة اللي هتيجي هنا حضرتك على قفنا؟ الماسوره اللي طالعه دي حضرتك لسه الطبه دي احنا هنشيلها وهنكمل لفوق ان شاء الله، فالماسوره دي هتبقى هنا كده، فاحنا بناخد ربع عمود، يعني بطلع بالماسوره وبخلي العمود بدل ما هو 10 سنتي بخليه 20 سنتي واجلد العمود معايا. اهي الماسوره دي بتروح طالعه معايا لحد فوق هناك، يبقى انا بجلد العمود معايا بخليه العمود يتخن شويه، في نفس الوقت عملت لنفسي خط مطر بعيد عن الميول والشرب اللي بيبقى طبعا بيدمر الفلل او الماسوره بتمشي بدون ميول. لا احنا بناخد ماسوره حته صغيره على اقرب عمود جنبينا، تعالى كده وقفنا. هنا حضرتك حطينا الماسوره بتاعتنا وحطينا الماسوره، حطينا الجريلا، لقطنا الجريلا، وزننا الجريلا. طبعا احنا هنا ان شاء الله انا عندي البلكونه دي كلها 4 متر ل 20 سنتي، نصهم متر 92، فخدنا النص على الجريلا اهو على اول جريلا، وهنحط جريلا ثانيه دلوقتي ان شاء الله باذن الله. يبقى انا عندي 2 متر جريلا قدام باب التراس، اي ميه هتنزل من فوق من السيول اللي بتحصل في مطر او الكلام ده، اي مطر هينزل هيجي على الجريلا هيطلع على بره. طب ليه احنا ما حطيناش بيبه؟ انا ما بحبش احط باب في الاماكن المفتوحه، ليه؟ قوه استيعاب الجريلا للميه اكتر من قوه استيعاب البيبه. البيبه اي نعم بتكون حاجه صغيره استيعابها للميه 40 لتر ميه في الدقيقه، اما الجريلا بتستوعب 100 لتر ميه في الدقيقه، يبقى دي استيعابها اكتر من محتاج. طبعا انا داخل كده من باب التراس بخش ادوس، ما دوستش عليها ولا اي حاجه، بنحطها بنسيب لها خلوص 15 سم 20 سم زي على اقل نسبه خلوص عشان اخد بلاطه مايله هنا كده واخد البلاط بتاعي كده. انا هنا احترمت الشرب بتاعي على متر واتنين عشان عايزين نخلي التراس اقل من بره 2 سم بحيث يبقى في مصد ليه الميه، الالموتيل الالومنيوم بتاعي هيجي يقعد على ال 2 سم الواطيين، عشان لو قعد على الشرب العالي هتلاقي حل الالومنيوم 5 سم، لا احنا هنخلي يبقى باين بس منه 2 سم، ناخد 2 سم في الواطي و2 سم على العالي عشان ما تبقاش اعاقه للي معدي، وفي نفس ذات الوقت هيبقى مصد للمطر اللي هيجي عندي، يبقى الميه جت قبل ما تخش الفيلا تيجي لي على الجريلا. وهناخد كده ميول بقى متناسبه 2 سم 3 سم ميل لحد ما نوصل للسور اللي عندك ده كده، يبقى الميه نزلت معايا بميل وهنا جت معايا بميل. انا عندي طبعا التراس معايا كبير شويه، هناخد هنا مرحله صرف وهناخد الناحيه الثانيه مرحله صرف لما نعملها ان شاء الله هنبقى نعمل هنقولها لحضرتك. طيب السؤال هنا حضرتك بيقول ايه؟ احنا هنا كده حضرتك شايف ايدي؟ بص شايف ايدي اهي؟ سؤال بس ايه؟ يا عم انا مش بتعد لفوق فين؟ لا بتعد شغال. بص يا باشمهندس شايف دي كده حضرتك؟ في فراغ طبعا انا ظبطت على دي كده مستوى الشرب اللي انا عايزه بتاعي. في فراغ تحت الجريلا اهي تمام؟ وفي فراغ من تحت الماسوره اهي. فانا بعمل ايه حضرتك؟ بحط الماسوره واحط الجريلا كانها راكبه بالظبط، اوصل على الرايزر، هاتينها على الرايزر. اوصل على الرايزر بتاعي، اثبت الدخله بتاعتي تنشف في المونه، اروح لك جاي شايل كل حاجه اطلعها بره في المخزن، وابدا لما اجي اعمل العزل بقى بتاعي واعمل العزل الحراري واعمل كل حاجه انا عايزها في شغل السباكه للتراس، اروح لك جاي داخل مركب بكل انسابيه ويسر. يبقى انا عايز اكسر هكسر، عايز انضف هنضف، اصبحت الجريلا ثابته معايا على المستوى اللي انا عايزه الخاص بيا. طبعا ان شاء الله باذن الله دي بس التراس هنا، لسه ان شاء الله لما نعمل الروف فوق نقول لحضرتك بنعمل الروف ازاي افضل طريقه طبعا. وفي عندي بلكونه الناحيه الثانيه، البلكونات ما ينفعش اخدها على الحمام، مش ما ينفعش، في اوقات حضرتك بيكون معايا الليفل او الشرب مساعدني، انا هنا الشرب كله 12 سم، فعشان احط ماسوره 50 مللي وامشي بيها لحد الحمام يعني 5 سم، وعايز اقرب حمام عندي فيه يجي 7 متر،
اقرب حمام الناحيه دي يجي 7 متر عشان امشي 7 متر ميول والماسوره 5 سم او 12 سم هو وش التشطيب اللي انا عايزه، اصبح مفيش مسافه. لما تاخد دكت ورايزر تصبح ان انت تعمل نفسك رايزر مصطنع وبنزل تحت في في الارض تحت في الجاردن، اروح لك جاي واخدها على الصرف الصحي وهنشوفها مع بعض ان شاء الله باذن الله. اترككم في رعايه الله وامنه. استنى استنى بص تعالى تعالى اوريها من تحت. تعالى زي ما انت كده. السلام عليكم يا عمر. بص حضرتك دي الماسوره اللي انا بقول لسيادتك عليها، احنا اللي احنا واخدينها للرايزر بتاعي واخدها في خرم كور، اخد معايا التراس اللي فوق ونزلت لتحت اخدتها في الارضيه اهي الماسوره 4 بوصه وطلعت بيها على بره في الجاردن بتاعي وعملت لها على جريت راب ووصلتها على الصرف الصحي. باي مطر نزل هنا هنبني العمود ده هيزيد 10 سم قيمه العمود قيمه الماسوره وطلعت معايا زي ما انا عايز. انا عندي تراس الناحيه دي وعندي تراس الناحيه الثانيه اهو. تعالى هنا كده، تعالى كده هنا، وعندي تراس برضو هنا اهو، برضو اخدت لها ماسوره ونزلت على الرايزر بتاعي بره هنا كده للصرف الصحي وحطيت رايزر مصطنع هنا. العمود ده برضو هيزيد 10 سم واحط الماسوره بتاعتي داخل الرايزر، ما بقتش باين منها اي حاجه اطلاقا. تعالى بص برضو في رايزر تاني، يعني دي كلها ضغطات انا مصنعها عشان اصرف المطر في البلكونات. انا عندي في تراسات كتير وفي بلكونات كتير فعايزين لها خط مطر. تعالى هنا برضو حضرتك اهو، هنا برضو اخدنا الخرم الكور بتاعنا وحطينا وطلعنا عشان عندي رايزر خارجي الناحية التانية. نزلنا دي حيطة تتبني جلسة للفلاش تانك، هيطلع الماسورة بتاعتي معايا وحاجتها طالعة على بره وجمعتها بره على الصرف الصحي. يبقى انا ما اجبرتش العميل ان هو يرفع الليفل الشرب بتاعه، ما اجبرتش حضرتك ان انت ما تعملش باب في البلكونات. طبعا البلكونات هنا شديدة المطر في المكان اللي احنا فيه اثناء الشتاء، ابقى انا مستعد لكل حاجه. بنزله مطر تنزل ميه على الصرف الصحي، تنزل على جريلا ماشي، تنزل على بيبي تشاور ماشي، على بيبي عاديه اللي انت عايز. اهم حاجه تعملي نقطه مطر وفي نفس الوقت تكون بتصرف الميه. ارجو يكون الفيديو مفيد، اترككم في رعايه الله وامنه والسلامه. طبعا استنى من الاخر، محمد صاحب علي بيقدم محتوى فاخر، ومن الاخر ابو علي بيقدم محتوى فاخر. اترككم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.